كورونا. كورونا مين يعني؟ ايه اللي كورونا؟ شوتو رسايكا ده ماتتي؟ نايكا بنينات رسايكا ده ماتتي كراساي. بتقول لك وانت داخل لازم تكون لابس كمامة. مين دي يابا؟ مراتي يالا. مراتك مراتك؟ ايوه. يعني كاتب كتابك؟ احلف لك على مصحف. انت بتعرف تتكلم هندي ولا صيني؟ بتشتغلني؟ اسكت. شوتو رسايكا ده ماتتي؟ نايكا بنينات هاتشو ده يشد الكبار الرادة. انا ما كان بابا. بابا والنبي مراتك مراتك يعني؟ لا طب. ايوه بس انا في الصيني بتكلم صيني مكسر. بابا ما تيجي تقول لها بحبك بتقول لها ازاي؟ نهي نهي؟ والله نهي. طب ولو عايزها تقول لها تي بوسه؟ نهو نهو؟ واحد نهو نهو. يا اختيش يا لا دي مرات ابوك مهما كان. وايه يعني ما مرات ابويا؟ واحد نهو نهو. يا لا انت الله انت ايه اللي جابك؟ يابا انت مش قلت لها تقف معايا يابا في المشروع بتاع الموبيليا؟ وعمال اكلمك مش عايز ترد عليا. ايوه مش تطب عليا كده بشكل مفاجئ، لازم تكلمني في الاول عشان اتحضر. ما انت من ساعه ما جيت من الصين وانا بكلمك مش عايز ترد عليا. نايه؟ ايه اللي نايه؟ نا كبانيه. كبانيه يابا بتاع ايه يابا؟ انت في ايه يابا؟ مالك يابا كده؟ ايه بقول لك اللي بقول لك عليه. ياه انت بوظت التدريب. عيشة قصر عمر. عيشة قصر عمر؟ هي يابا طلعت من امبابة. ده فيلم على إلع الماسك يا بنتي. بس يالا سيبها هي كده. لا والله لقطت العربي مني. بابا اخبار الديسك ايه؟ والله ما اخبيش عليك بعافية شوية. نعم؟ بونجور استاذ. يا حيوان ما اسمعنيش. اتفضلي دخيلك. فيك تقول لي هو مكتب عمر وسلمى؟ يا فندم رقم 15. لا يا فندم لا لا انا يا فندم انا عمرو سلمي يا فندم. انا عمرو سلمي المحامي يا فندم. اتفضلي. هي فيها واو بس. الله يجازيك يا تامر يا حسني. اتفضلي يا فندم. عن جد انا يلي حكيتك على التليفون. حضرتك مين؟ فكريني بس عشان الموكلين عندي كتير شويه بس الموكلات قال والله. أنا زينة يلي حكيت زوجتك على جروب شو اسمه زوجات متمردة. زوجتي مين؟ دي الشغالة. زوجتي قصدي السكرتيرة. السكرتيرة يا فندم. بس على فكرة أنا لسه مطلقها من جوزها على فكرة. محامي شاطر جدا. والله يا فندم جوزها ده كان مش رومانسي خالص. لا بيجيب شوكولاتة ولا ورد ولا بيسمع الأستاذ تامر عاشور. بس أنا غيره خالص خالص. هلا صاحب الفيلا بده يسكر لي الاسبا وهذا ما يرضيك. ده ما يرضيش كافر. والله العظيم يعني ايه يقفل الاسبا؟ امال الناس تدلك وتتسوسن فين؟ شو يعني تتسوسن؟ تتسوسن يعني ايه؟ مش عندكم ساونا؟ بلا في بلا في ساونا؟ بلا. والاسبا ده كله حريمي يعني كله ستات بس؟ بلا بلا جتك البلا. طب يا فندم اكيد القضيه دي كلها ثغرات وممكن ابص منها على القضيه احسن شويه. يعني عايز ابص على القضيه ركز في القضيه. يعني ممكن نشوف الثغرات اللي في السبا؟ طبعا طبعا طبعا. طب اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي. عايز اشوف كل الثغرات يا فندم. اتفضلي اتفضلي بيري يا حبيبتي. ايه يا مباح؟ انت عارفه يعني قد ايه انا بحبك ومعجبه بيكي. يعني عايزه يعني اسالك سؤال عشان انت خبره بتروحي وتيجي وتلبسي كده. يعني لو واحد يعني انت معجبه بيه طويل قصير تخين رفيع وشعره كده مسرسب كده وزي القمر يعني وانت مش عارفه تقولي له ومشاعرك كده هتنفجر فيه قولي لي اعمل ايه؟ انصحيني. خدي ما اقولك. خرجتوا مع بعض؟ لا. حصل بينكوا حاجه؟ في تاتش؟ لا يا حبيبتي التاتش ده بعد الجواز. لا 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 ما عندناش الحكايه دي. بقول لك يعني هم الناس قالوا لي ان هو يعني معفن كده بس انا بحبه وقالوا ان هو من شكله كده يعني مبعجر ومكعب بس انا برضو بحبه. قولي لي اعمل ايه؟ خديه وروحوا كافيه اشربوا كابتشينو. لا لا لا. امشوا على النيل. لا 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 دي كلها محرمات. لا ما ينفعش اعملها. قولي لي نهايه الكلام اعمل ايه بدل ما انفجر في نفسي. بقول لك ايه يا مباهك؟ ايه؟ كبري دماغك. اللي بعده اللي بعده هو الواد اطول مكواجي.
اغني يا زمار. ايه ده، هو انا المفروض اغني؟ نعم، امال مين اللي المفروض يغني؟ امال احنا عاملين القعده دي كلها ليه؟ يا جدعان انا مش جاهز، انا لسه اخد دش وخايف يجي لي برد. يا ابني ما عشان انت تبقى مطرب كويس لازم يجي لك برد. غني بقى يا زمار وخلصنا. الله، لا ما انتوا هتكلموني بالطريقه دي، انا مش هغني وحد بيتعصب عليا. خلاص بقى، خلاص بقى، ما تزعلش مني. انا اسفه يا زوز. يا جماعه قلت لكم 100 مره ما حدش يضغط عليا على زم، ما اعرفش اغني والمقامات كلها. معلش يا غدي، يلا يا غدي، يلا يا غدي، يلا اتكل على الله. يلا ماشي خلاص، يلا من تحت. من تحت ليه؟ ما خلينا فوق. فوق ايه؟ وانا بقول لك انزل غني تحت، انا بقول لك من تحت يعني ورق من تحت. جديده دي يا افتحي الاوضه اللي جوه، طلعي لي حاجه شتوي من الدولاب. الدنيا برد ايه؟ مش حاسه، مش حاسه. افتحي الاوضه اللي جوه، طلعي لي حاجه شتوي من الدولاب. الدنيا برد ايه؟ مش حاسه، مش حاسه. خدت واحدة ما بتحسش. 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 طب افتحي لي علبة تونة او حتة جبنة وزيتونة. افتحي لي علبة تونة حتة جبنة وزيتونة. يعني ايه كلت التونة؟ يعني ايه كلت التونة؟ خدت واحدة ما بتحسش. خدت واحدة ما بتحسش. واحدة ما بتحسش. خدت واحدة ما بتحسش. خدت واحدة ما بتحسش. طب افتحي لي علبة جلوبيس. تعملي لي بقى نص رغيف. عربة عربة. يعني ايه كلت البلوبيس؟ يعني ايه كلت البلوبيس؟ يعني ايه كلت البلوبيس؟ خلاص يا زمار. خدت واحدة ما بتحسش. خدت واحدة ما بتحسش. واحدة ما بتحسش. خدت واحدة ما بتحسش.